أهلا بكم. يعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد من المشكلات الصحية الشائعة نسبيا لدى كبار السن، وهو يمثل خطورة كبيرة على صحتهم بسبب تأثيره الكبير على نشاطهم اليومي وعلى الوظائف العصبية والعقلية لديهم. فقر الدم والتقدم بالعمر، ما العلاقة؟ هذا هو محور حديثنا لهذا اليوم مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محمود الشيخ علي، وهو أخصائي التغذية العلاجية وطب الأعشاب. أهلا وسهلا دكتور. حياكم الله. حياك الله. أجواء باردة في كل الأحوال، لكن هذا ربما يعني نمزج في حديثنا، لكن نتحدث عن فقر الدم في البداية لدى الكبار. شوف، يعني هو يعني فقر الدم ليس له سن معين، وما يتم تعريفه هو عبارة عن نقص، إما نقص في عدد كريات الدم الحمراء الناقلة للأكسجين، أو ضعف نتيجة نقص الحديد أو بعض الفيتامينات، أو ربما يكون هناك خلل في تصنيع الكريات الدم الحمراء مما يؤثر على الهيموغلوبين الحامل للأكسجين. في جميع الأحوال هو نقص في كريات الدم الحمراء. طبعا كريات الدم الحمراء دورها أو من ضمن المهام تبعتها هو حمل الأكسجين للرئتين وتوزيعه على أنحاء الجسم، وإعادة الدم محمل بثاني أكسيد الكربون للرئتين لخروجه عن طريق الزفير. فالأنيميا أو فقر الدم هو ليس مرض، ولكن هو مؤشر لأمراض. وهل هو مرتبط بتقدم العمر؟ هو تقدم العمر مرتبط في كثير من الأمراض. مرتبط في ضعف القلب، مرتبط حتى تغيير الصوت، حتى مشاكل بالأسنان، مشاكل ارتفاع بالضغط إلى آخره، وهذه مرتبطة مع تقدم الإنسان بالعمر. وبصراحة يعني بما أنه احنا بنحكي عن كبار السن، يعني أنا نفسي أسأل سؤال، وهذا أوجهه للحكومات ووجهه للجمعيات عندنا في فلسطين. ماذا تقدمون لكبار السن؟ بالذات الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، ماذا تقدمون لكبار السن؟ أين كبار السن في المجتمع الفلسطيني؟ أين خبرة كبار السن في مجتمعنا الفلسطيني الآن؟ احنا على فكرة كل فترة أو كلما تقدم بنا الوقت كلما زاد إهمالنا لكبار السن، وهذه كارثة. زمان بتذكر كبار السن وإحنا صغار، لما كنا نطلع لقيهم قاعدين على باب الدار، قاعدين على باب الجامع بيلعبوا دريس. صحيح. الستات بلقطوا منخية مع بعض وبيحكوا، لأنه كانت عندنا الأسرة ممتدة. تمام. اليوم أين هم كبار السن؟ أين القامات من كبار السن؟ هل لهم نادي معين في غزة؟ أحكي عن مستوى غزة. لا. هل لهم منتزه؟ هل هناك تواصل ما بين من قبل بعض المؤسسات التي تهتم بهذا الموضوع وكبار السن؟ انا بحكي لك يعني احنا في مأساة كبيرة، وانا شغلت في مؤسسة وقبلت كثير من كبار السن. احنا في 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 مأساة، يعني على الاقل يعني انا بقول لهي المؤسسات انه اعملوا إلنا، يعني انت اسس إلنا، ما احنا بكرة كمان 20 سنة هنصير مكانهم. نعم. فخلينا نأسس إلنا مش إلهم. تمام. مبدأ. عشان بكرة لما نكبر نلاقي مكان نقعد فيه، ويا ريت الرسالة تصل. جميل. على فكرة انت فتحت موضوع خطير جدا، يمكن خلينا نحكي شوي عن فقر الدم، لكن في قضية كبار السن، هو البعض يعتقد في مجتمعاتنا النامية، خلينا نقول عنها النامية فعلا، انه كبار السن انه يبدأ بعد 60، بعد التقاعد او ما شابه، اذا اردنا ان نطفئ المنبه. تمام. البعض بيعتقد انه خلاص هو 60 يعطيه العافية وخلاص، فهو سنة اتنين تلاتة بيختفي عن الانظار، مع انه هذا الانسان لو كان موظف في مؤسسة ما هو صاحب خبرة، من جاء بعده هو من العشرينات، منتصفها، اواخر العشرينات، اوائل الثلاثينات، ويريد حتى ان يكتسب خبرة. انقطاع التواصل بين من يترك ومن يأتي، أصلا هذه فجوة، لا بتستفيد من خبرة السابق ولا بتعطي مكتسبات للقادم، وبالتالي الفجوة بتروح، وصاحب كبير السن هذا يكبر أصلا في الخمس سنوات أكثر بدون عمل. يعني موضوع كبير. يعني احنا في فلسطين نختلف عن كل شعوب العالم. تعرف يعني كبير السن هو مرتبط بتراث، احنا أصحاب قضية عزيزي.
طبعا. يعني انت بتحكي عن الكبار السن اليوم هم جيل الثاني، يعني هو مش الجيل الاول اللي عايش ال 48 او الهجره. اليوم يعني انا عايشت ستي اللي هي حكتنا عن البلاد، حكت لنا عن الجوره، فكنت متاثر بنسبه خلينا اقول لك 70%. اليوم ابني لن يتاثر، وان تاثر سيتاثر لانه انا ما شفت. فهدول الناس يجب ان انه احنا نزخرفهم دائما، نذكر فيهم ويكونوا منهج. ناخذهم من كبار السن هدول، يعني الجمعيات تاخذهم على المدارس يحكوا قصص البلاد عشان الطفل هذا يضل متمسك، يسمعها من اهلها، من من عاشوا هذا، يسمع اللكنه، يسمع اللهجه، يسمع التراث الحقيقي. هذا جانب. الجانب الثالث انت تفضلت فيه هو حاله الاهمال اللي اليوم موجوده في كبار السن اليوم. يعني هو كبير السن او الشيخوخه طبعا تختلف المسميات، تبدأ من 60 أو 65 مثلا، وطبعا هيصير عنده تغيرات فسيولوجية وهذا شيء طبيعي، ومن ضمنها ربما يواجه فقر الدم. لكن هل هناك توعية من قبل برضو المؤسسات وغيرها المتخصصة للأهل كيف يتعامل مع كبير السن؟ معظم كبار السن ما بيجيش عبالهم الأكل ولا بيجي عبالهم المية، ومعظم كبار السن ليل ونهار ونهار وليل، لأنه في دائما في حالة من القلق والوحدة. زمان يعني كانت يلاقي حد يقعد معه، اليوم ما في حارة ما في مخيم، اليوم عبارة عن عمارات زي ما احنا شايفين. صحيح. في ورانا عبارة وشو قعدات ما في قعدات تمام. واليوم كلنا قاعدين على الجوالات على الواتساب ومش عارف ايش والفيسبوك والسوشيال ميديا، فاحنا ما بنقعد مع كبار السن. فاليوم كبير السن هو يعاني من وحدة. الوحدة تؤثر على جسمه، النظام الغذائي. في حد يعني لو انت عملت استفتاء مع الناس عندهم كبار السن، هل عندهم ادنى معلومه كيف يتعامل مع كبير السن من الناحيه الغذائيه؟ اعتقد لا. كيف انه انا لازم دائما اعرض عليه السوائل؟ كيف انه انا اقدم له الوجبه بالذات للناس اللي ما عندهم اسنان مثلا، او الناس عندهم ضغط، الناس اللي عندهم سكر، لانه هذا له نظام غذائي معين، انه انا كل فتره لازم اخذه اروح اعمله تشيك اب، افحص دمه على الاقل. يعني انت تتفاجأ بعض كبار السن بيصحى المستشفى دمه 7 و6، هو ما وصل في يوم وليله، ولكن هو وصل لانه ما كان في تدرج متابعه من قبل الاهل، وربما هم ما بيعرفوش تمام. ما بيعرفوش انه هو الان في عنده ضعف دم. حتى التعامل للاسف الشديد، خليني اقول لك كمان، في عندنا مشكله اكبر، هو التعامل في بعض الاطباء مع كبار السن. وهذا كثير بنشوفه كنوع من الاستهتار بكفي اللي عاشه. كثير بنسمعها، كثير بنسمعها. وبتصير مشاكل بس تعيش قده. لا إله إلا الله، هذه الأعمار بيد الله. حتى لو عمره 100 سنة لازم أتعامل معه عمره 20 سنة. صحيح. تمام. ما أتعامل معه أنه خلاص زي ما تفضلت أنت أنه دوره أنت، لا، مين قال لك دوره؟ صحيح. هو هذا أنا أحكي لك شيء. أنا كنت في المغرب في سنة 2011 وزورنا إحدى قامات المغرب رجل كبير وهو من المقاتلين المغاربة الأوائل، وأجى على فلسطين مشي تمام يا الله في اواخر الاربعينات، جاء يقاتل في فلسطين. لما رحنا نزوره مع وفد بالمستشفى، يعني سمعت جمله من المسؤول المغربي، يعني هي جمله مش الهدف منها انه الاعتراض على حكم الله، ولكن انه هذا مش لازم يموت، هذا لازم يكون في اهتمام كبير وعليه رعايه رهيبه، وعمره تجاوز 90، اهتمام رهيب. ليش؟ انه هذا وعنده واحد بيسجل، لانه هذا قامه ما بينفع نتعامل معه بالطريقه هذه. صح. فاليوم احنا عندنا قامات كبيره طبعا. في السن عندنا وزراء، عندنا مسؤولين، عندنا اطباء، عندنا ممرضين، عندنا مهندسين، عندنا مدرسين، عندنا كثير من في ناس في اوج عطائهم دكتور قتلوا. ايوه قتلت، يعني فيهم الابداع والمهنه، حتى يعني خلينا نحكيها بشكل اكثر صراحه، خلال ال 16 عام اللي فاتوا في ناس مهنيين كانوا في مهن كثيره، وظائف كثيره، فقدت الوظائف وفقدت شخصياتهم، حتى تاثيرهم الشخصي في بيوتهم طبعاً فقد طبعاً. عدا عن انهم كانوا يعني مؤثرين في مراكزهم في اماكنهم. وشيء طبيعي انه هذا الانسان لما ما يلاقي هذا الاهتمام راح يواجه الامراض ومن ضمنها فقر الدم. بالضبط بالضبط.
ولكن هنا برضو خلينا ننوه انه فقر الدم لكبار السن زي ما حكينا، هو فقر الدم هو ليس مرض ولكن هو مؤشر لمرض. يعني ما بينفع انه انا افتي من مخي لو لقيت انا عملت تحليل مثلا ولقيت الدم قليل، انه لا، هذا يجب مباشرة التوجه الى المختص، لانه ربما يكون هناك ناتج عن امراض خفية. يعني هو فقر الدم ممكن يكون ناتج عن نقص الحديد، ممكن يكون ناتج عن نقص فيتامين بي 12 والفوليك اسيد، ممكن يكون ناتج عن عدم قدرة تصنيع كرات الدم الحمراء نفسها، أو ليس هناك القدرة على تصنيع كمية كافية من كريات الدم الحمراء، أو يحدث تكسر لكريات الدم الحمراء بشكل أسرع، بحيث أنه ما في قدرة على إنتاج الكمية الكافية. وطبعا احنا بنعرف انه العمر تبع كرة الدم الحمراء من 110 ل 120 يوم، فلازم دائما نبحث عن ما هي الاسباب الخفية، سواء ربما تكون مشاكل بالكلى، مشاكل باعضاء الجسم. لذلك الاهتمام بكبار السن في مثل هذه الامور يجب ان يكون دقيق، وجزء منه هو ناتج عن سوء تغذية. سوء تغذية، لأنه زي ما حكينا احنا ما بنعرف نتعامل مع كبار السن. بيجي مثلا نجيب الأكل، ما بنشوف هل هو أكل وجبة ولا لا، لأنه ربما زي ما قلنا أنه معظمهم عنده سد شهية، أو ربما الأكل ممكن يكون قاسي عليه مش عارف يأكله، لازم تحلوا إياه، لازم ننوع في الأغذية تبعته، ندخله الحديد بالغذاء تبعه عن طريق الكبدة، اللحمة وغيرها من المأكولات، أو عن طريق مكملات غذائية بعد استشارة الطبيب. لا، هو كبار السن يعني عادة نفسهم مسدودة، يعني بشكل عام، يعني مش كتير بيأكلوا، عشان لازم أنا أعرض له الأكل على فترات. يعني مش فطور غدا عشاء، ممكن أخليهم 5 وجبات، تمام، وحاول أنه أبسط الوجبة، يعني ما تكون معقدة بحيث أنه تكون سهلة في البلع، وفي نفس الوقت غنية بالفيتامينات والمعادن، إما على شكل مثلا عصائر مركزة، على شكل مثلا، يعني احنا بندور على النوعية وليس الكمية، لأنه الكم ممكن ما يأكلوش، لكن أنا بدي أدور له على نوعية جيدة بالأكل، غنية بالبروتين، غنية بالفيتامينات، كذا وكذا، وتكون حجمها قليل عشان هو يتقبلها ويأكلها كلها، يرغبها ويأكلها. وحكيت قبل شوية نقطة مهمة، اللي هو أنه فيش قبول، يعني ما بيشربش كتير، لازم قديش يشرب بالأساس كمعدل المياه، وكيف مثلا أنا ممكن أعرض على الماء بشكل دائم. هو كلما تقدم الإنسان بالعمر رغبته للسوائل بتقل، وهذا اللي بيعمل تجاعيد، هو بيعمل تجاعيد في البشرة، هو نسبة السوائل بتقل. الآن المية اليوم إذا الصغار بالعمر ما بيشربوا مية في الشتاء مثلا، في تحديدا الستات ممكن 3 أيام ما تشربش مية، لكن بالنسبة انه انا بتعرض عليه الماء باشكال مختلفة، يعني مثلا طبيعة طبعا ليش كمان كبار السن بخافوا يشربوا مية كتير، عشان ما يروح على الحمام كتير، لانه معظمهم حركته ضعيفة، فبالنسبة له روحة الحمام متعبة ومزعجة، تمام. فانا بقدم له الماء من خلال مثلا عصير هو بحبه، من خلال شربات مثلا، لانه في الاخر هي سوائل، صحيح. يعني ادخل له السوائل باشكال مختلفه، مش على شكل، ممكن بشكل ماء اللي هو الميه، هذا هو مش هيشربها، فانا بدي اصير احاول له ادخل له السوائل، بحيث انه انا ادخل له الاكلات الجيده. في بعض الاحيان في عندنا بعض المعلومات على فكره الخاطئه في موضوع التغذيه، مثلا في موضوع البيض، كتير بنسمع انه البني ادم او الشخص بعد سن 40 كل مثلا في الاسبوع ياكل بيضتين، هذا معلومات خطا، ممكن كل يوم ياكل بيضه، وين المشكله؟ طالما هو لا يعاني من كوليسترول او ارتفاع في الدهون ما في مشكله. او مثلا برضو من الاخطاء الشائعه انه بعد سن 40 لازم تاخذ كل يوم بيبي اسبرين، وهذا برضو خطا، لانه هو دواء، هو يعمل سيوله، تفرضنا عنده شخص كويس والسيوله عنده منيحه، طب انا ازيد السيوله عليه ما ممكن يدخل في مضاعفات. ايضا من في طريقه تقديم الوجبه لكبار السن زي الطفل، كبير السن زي الطفل، لازم تجمل له الاكل، يعني تقدم له اياه بشكل جيد، مش نظام هي الموجود، لا، هو بيحب الزخرفه في الاكل، حتى انك تفتح شهيته ويكون كمان في فواتح للشهيه، حتى يكون عنده قابليه لتناول الاكل، بالذات بدنا نركز له في هذا العمر، زي ما حكينا على الحديد اللي هو المتنوع في موضوع. وخلينا نحكي برضه بما ان بنحكي عن الحديد، دائما اغنى فينا الحديد نوعين، في اللي هو الحديد الهيم اللي هو من المصادر الحيوانيه اللي هو اكثر امتصاصا من الجسم، وفي عندنا النون هيم اللي هو الموجود في المصادر النباتيه وهو عاده امتصاصه اقل او اقل بنسبه اقل. الان
اعلى مصدر في الحديد الكبدة. طيب الان معظم الناس بتعمل كبدة بتخليها بتعملها على النار لفترة طويلة. الكبدة اما تؤكل نية. هيك انصدمت انت. نية. وفكرة طيب. اذا في حد بشاهدنا من الاخوة السودانيين او اللي عاش في السودان هم بياكلوا كبدة نية. واكل الكبد ني هو صحي 100% للعلم يعني. وبالذات كبدة الجمل هم بياكلوا. احنا كبدة الدجاج هم بيقطعوها وبضيفوا عليها ملح الملح وخل والمرارة وجزء من المرارة كمان. ايوه هتقول لي طيب المرارة مرة وهذا على فكرة يعني ربما هم هذا زي ما تقول بالوراثة اخذوها لكن لها اصول في العلم. لانه الكبدة غنية جدا بالكوليسترول والدهون صح؟ صح. والمرارة ايش دورها؟ تفتيت الدهون. فلما انا بحط قليل لعلمك بحطوش المرارة لاي ضيف وللضيف العزيز كمان. فلما بحط قليل من المرارة تمام على الكبدة فهو ساعد في عملية الهضم قبل ما تاكلها فهو قلل من الدهون الموجودة في الكبد. لكن لو انا ما بديش او نفسي لا ترغب بتناول الكبد ني ممكن احنا ناكلها ولكن تشلوح يعني صلاح تشلوح نص نية نص استواء يعني بس ما عليك مثلا بتحط البصل او كذا بتحط الكبدة بتشلوحها يعني ما تستويش لانه كل ما استوت اكتر كلما فقدت القيمة تبعتها لانه المعادن والفيتامينات اللي نحن نعرف الكبد هو مخزن للفيتامينات والمعادن لكثير من الفيتامينات والمعادن والمواد الاخرى فكلما انا ستويتها اكتر كلما فقدت من العناصر الغذائية اللي فيها فهي نظام تشلوح يعني بس انه انا اشم النار اشم النار هذا هو الطريقة الصحيحة لتناول الكبد تمام. كبد الدجاج والحبش على فكرة انت حكيت موضوع الكبد ني هذا مشكلة لا في لا خد بالك يعني هو أو شوف احنا في اي كبدة كمان احنا في عندنا مشكلة في مفهومنا للكبد. الان احنا مفهومنا للكبد انه الكبد مخزن السموم صحيح. الكبد ليس مخزن السموم الكبد هو طارد للسموم آه. هو دوره يطرد السموم لكن وين بصير وين يتأثر الكبد إذا أنا تناولت كمية كبيرة من السموم الكبد مش قادر يطردها تمام لكن إذا كانت الدجاجة أو الخروف أو العجل أيا كان يتناول الأكل الصح فهيكون الكبد تبعته كبد نقية يعني لكن لو أنا بدي أشتغل عليه على الأدوية ما هو يصير زي البنادم ما كبدته وهي يبين أصلا يعني يمكن هذا بنلاقيه وين في كبدة الدجاج أكتر يعني كبدة الدجاج انت بتروح بتلاقي الوان مختلفة صحيح لانه اشقر احمر هذا مشكلة هذا مشكلة هو ايش الافضل؟ لا مش الافضل هو المفترض الكبد يكون لون واحد تمام؟ لكن نتيجة انه بعض الاحيان انه بعض الدجاج يذبح قبل التخلص من الدواء لانه الدجاج فيه له ادوية صحيح لكن اذا انذبح قبل ما يتخلص الجسم من السموم هذه مشكلة كمان اصلا ممنوع يعني صح. فلذلك يمكن انا اميل دائما الى تناول مثلا كبدة الحبش او العجل افضل من الدجاج لانه بيعيش فترات اطول فبكون لديه القدرة بشكل اكبر على التخلص من او الأدوية. انه مثلا الدجاج البلدي او تبقى عارف انه هذا الدجاج مثلا ما بياخد سموم زي هيك ممكن او وزنها مثلا وزن ايش وزن الدجاجه مثلا الدجاجة هو معروف من كيلو 800 هو يعني حسب خبراء الدجاج دائما بسمع بيقولوا انه يعني كيلو 800 افضل هل جيت والله اذا واحد عنده امكانيات عشان يطمئن كويس او عنده شويه وسع في الدار يشتري الدجاج ويخليه عنده اسبوعين ويطعميه قمح وشعير بيضمن انه صار يعني كل السموم طلعت من الدجاجة. جميل جميل هذا كيف تربي دجاجة في المنزل هذا موضوع تاني على فكرة هو الحديث عن فقر الدم هو بيسحبك لكتير من المواضيع اللي بترجعك من جديد لأنه تحدث عن مثلا وسائل التغذية الصحيحة مثلا تحكي مثلا عن كبدة الكبدة الكبد بشكل عام فبالتالي أنت بتحكي عن أنه قديش أنت غذائك صح قديش أنت بتحكي عن دم صح تعرف الدم هو الحياة بالضبط يعني لا دم لا حياة بالضبط والدم هو المؤشر الحقيقي وانت يعني اول تحب لك امل سي بي سي ليش لانه السي بي سي هو مؤشر صحيح. هو هشوف الدم الهيموجلوبين هشوف الكرات الدم البيضاء اذا في عندك التهابات ولا هشوف الام سي في هشوف الهيماتوكريت هشوف يعني من خلال السي بي سي الطبيب بيبدا يوجهه
وين يروح؟ يعني هل مثلا لو طلع مثلا في 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 مشكله بالدم من خلال السي بي سي بيصير يؤدي مؤشر، طيب هل اروح باتجاه مثلا نقص الحديد، هل نقص فيتامين بي 12، ولا هل في نتيجه القراءات المختلفه هل هذا مرض ممكن يروح للثلاسيميا، ممكن يروح لامراض. فطبعا السي بي سي، فلذلك الدم هو المؤشر لحياتك طبعا، هو المؤشر هل انت وين رايح. فزي ما حكينا هو الفقر الدم هو ليس مرض، ولكن هو مؤشر لوجود مرض في جسمك. تمام. هذا بالنسبة للتغذية الداخلية كما هو الحال. متعلق فقر الدم مثلا بأمور هبوط مثلا مفاجئ، لتلقي أخبار صادمة، لتعامل بشكل أو بآخر، إله دخل تأثير على الدم بشكل مباشر؟ لا 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 لا, لا, لا. هو المناعة. هو الجهاز المناعة هو اللي يتأثر بالأخبار السيئة اللي ممكن ينتج عنه مهاجمة الدم، اللي هي الأمراض المناعية بنقولها ديزيز. تمام. الأمراض المناعية هو يعني في أمراض كثير مش معروف سببها، ولكن هو خلل في جهاز المناعة بيبدأ يهاجم نفسه، زي مثلا الصدفية مثلا. بيبدأ يهاجم الجلد الطبيعي على أساس أنه مرض، والصدفية على أساس أنها شيء طبيعي، وكذلك الأمراض المناعية، حتى الأمراض السرطانية كمان جزء منها مرتبط بالعامل النفسي. صحيح. يعني ممكن هل يعني من أحد عوامل سبب السرطان هو الإحباط والإكتئاب والآخري، الذي يؤثر سلبا على جهاز المناعة، مما يضعف القوة الكامنة في الجسم. هو إيش هو جهازم؟ هو جيش موجود عندك، جيش من أعضاء وهرمونات وغدد وإلى آخره. لما أنت تضعف نفسيتك كله راح يضعف. هو شوف جيش، هو جوا جيش دائما. كل ما ارتفعت المعنويات تبعت الجيش، كل ما كان لديه القدرة على القتال. فعشان هيك دائما إحنا ما بنعرف الإنسان هو عبارة عن مزيج بين الجسد والروح. طبعا. في كثير من الآيات الله سبحانه وتعالى، أو حتى معظم الآيات، الله لا يخاطب الجسد، هو يخاطب الروح، يخاطب القلب، والقلب هو أساس الروح. تمام. فأنت عشان هيك دائما الناس المؤمنين هم أقل عرضة للإصابة بالأمراض، لأنه إنسان مباشرة مع الله في السراء في الضراء، هو مرتبط بالله سبحانه وتعالى. جسد صحي. فلذلك هذا الإنسان عادة هيكون صحي، يعني بعكس الناس اللي مش مرتبط بالله، أو الذي ينظر بالحياة المادية البحتة. هو دائما كثير التفكير والحساب، مرهق، متعب، منكد دائما بشكل دائم. يجب أن تكون وسطيا. جميل. وتخدها تقبضها الجد دائما يعني بهذا الشكل. طبعا. وعشان هيك برضو برجع بقول كبار السن ثم كبار السن ثم كبار السن ثم كبار يعني عارف السن. انا راح احكي لك شيء. انا في رحت في احدى اللقاءات في مؤسسه عندنا متخصصه للمتقاعدين يعني، فكان لقاء لكبار السن. فانا كنت راح ادي لقاء عن التغذيه يعني. فلما قعدت طبعا سيدات ورجال وتعرفت عليهم، هذا طبيب، مفروض انت اللي تلقي، هذا طبيب، هذا ممرض، هذا مهندس زراعي. صدقني يمكن في القاعدة يمكن ما حكيش 10 كلمات، ذهلت من حجم الكلام اللي عندهم. لما صار في نقاش بينهم وينهم هدول؟ وينهم؟ ما هي السؤال. أنا يعني بس لحالي وينهم؟ ممرض خبرات له 40 سنة بيشتغل ممرض، هذا له طبيب، أطباء، مهندسين زراعيين، واشتغل، وهدول معظمهم اشتغلوا برا يعني. عندهم خبرات من السودان، من اليمن، من عندهم أوروبا. القدره على العطاء. وينهم هذول؟ هو بعد 60 سنه العطاء في دول غير، تعرف احنا بس العرب عندنا، حتى لما تيجي تقدم وظيفه بيجي بيكتب في الاعلان مثلا الا يزيد عمرك عن 30 سنه. برا ما ولا عمره كتب السن، وبيطلب احيانا خبره 10 سنوات. شكرا. جميل. الكلام في كثير شغلات ممكن ينحكى فيها في هذا الاطار. ما احنا لازم نحكي عشان احنا بكره هنكون هيك. جميل. يجب ان نجهز لانفسنا. إذا ما إحنا جهزنا اليوم، إذا ما كان عندنا في قطاع غزة منتزه مخصوص لكبار السن، إذا ما كان في عندنا يعني خدمات معينة لكبار السن، زيارات لكبار السن، هذه كارثة. إشي يفضفضوا من خلاله. أيوة أيضا. أيوة. بشكل نادي كبير لكبار السن. جلسات خاصة، زيارات خاصة، يعني حتى لما الكبار السن يقعدوا مع بعض، أول شيء على الأقل ما بصير معهم زهايمر. صحيح. بتذكروا بعض، بتذكروا بعض. أنت مش بقول لك كانوا يلعبوا دريس زمان، مروان جي يعرفها؟ طبعا. قدام الجامع، هذه اللعبة هي لعبة ذكاء، لعبة تركيز. فكان واحد بصير عمره 80 سنة
فاهم وتذكر كل شيء. هلقيت تجيب لي واحد عمره 30 سنه بيقول لابس النظاره ويدور عليها. جميل جدا، شكرا جزيلا لك الدكتور محمود الشيخ علي، وانت اخصائي التغذيه العلاجيه وطب الاعشاب، شكرا جزيلا لك.